ولقد كان في قضاء الله أن يكون هذا الجار الوفي هو سوريا. ثم إنا نظرنا فوجدنا إخوة لنا كانوا من أعز أصحاب الديار المغصوبة استقامة على النهج، تمسكا بالميثاق، سيرا على صراط الله. قد أدركهم اليوم ما صرفهم عن النهج وأنساهم خطورة الميثاق، فها هم أولاء وقد آثروا الدعة وركنوا إلى الترف، يذكروننا بقول الشاعر العربي: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، وقض فإنك أنت الطاعم الكاسي.